يعد تنظيم أول منتدى سنوي حول تنمية القدرات العربية في مجال التجارة الإلكترونية والدفع عن بعد الذي يتخلل هذه الدورة وتحت الجزائر بشرف احتضانه، أقول يعد لبنة إضافية في صرح تشييد المجتمع العربي الرقمي، مجتمع يكون محوره المواطن وأسسه التكنولوجية الحديثة. تأتي اجتماعاتنا اليوم يعني كبادرة طيبة لتبادل التجارب والخبرات العربية بهدف يعني تنمية قطاع البريد في الوطن العربي. وبهذه المناسبة أجدد شكري للجزائر. اجتماع هذا الكبير صراحة والجيد والمشرف صراحة يستحق أن الموضوعات في اجتماعاتنا تكون قوية جدا ومثمرة